شككوك حتى في كوبايه القهوه. اهلا بيكم في تكتكاية حكايه. اهميه القهوه ايه؟ اكتر من 2 مليار كوبايه بيتشربوا كل يوم الصبح في العالم. الناس بتشربها ليه يا دكتور قبل ما نتكلم في فوائدها؟ عشان تفوق. طب الناس بتفوق ليه؟ في نقل عصبي نورو ترانسميتر اسمه ادينوسين بيهبطك. القهوه بتمنعه، بتقلل الهارت فيلير او الفشل الهبوط في القلب. ممكن ترفع الضغط شوية بطريقة بسيطة، بس بتقلل عموما أمراض القلب بطريقة قليلة شوية. طيب بخاف من القهوة في موضوع الأكريلاميد وبالذات اللي دارك روست اللي محروق منها يا دكتور. الكميات مش كبيرة لدرجة انه يعمل سرطان الأكريلاميد دوه، ومفيش أبحاث كتير بتشير لكده. وغالبا القهوة في الأبحاث بتقلل سرطان الكبد وسرطان القولون. التخسيس، القهوة ممكن ترفع الحرق من 3-11%، الميتابوليزم الايد شوية مش بطالين تأثيرها على المخ. دكتور حضرتك في الشلل الرعاشي وفي الالزهايمرز ديزيز، الاثنين نسب حدوثهم بتقل بنسب مش بطالة 20-30-40% على حسب الابحاث اللي هتبص عليها مع القهوة وتأثير الكافيين على المخ. بتحسن المود، بتحسن البرفورمانس الاداء بنسب قد تصل ل 10%. وجربوا حاجات زي كده في الناس اللي بتروح الجيم والناس البايسيكلرز او البايكرز اللي بيركبوا العجل. بتقل مقاومه الانسولين لان الكبد وبعض الخلايا بسبب مضادات الاكسده اللي موجوده في القهوه بتزيد حساسيه الخلايا للانسولين، يعني بتقل مقاومه الانسولين. القهوه فيها مضادات اكسده يا جماعه. في حاجه مثلا اسمها الكوورسيتين اللي موجوده في التوت والبصل والحاجات دي، كلوروجينيك اسيد. القهوه فيها مضادات اكسده لدرجه ان بيتقال ان اكتر كميه، انا مش بيعجبني الكلام ده اصلا، من مضادات الاكسده في الغرب بتيجي مش من الاكل، من القهوه من كتر شربها. بتقلل الاكتئاب لدرجه ان في بعض الابحاث اشارت انها ممكن بتقلل الانتحار في بعض الناس. وعموما والاعمار بيد الله بتطول العمر شوية. تكتوكاية ولا مش تكتوكاية؟